من هنا لهنا مخترق، ترند من هنا لهنا مخترق، شوف السهم مخترق وقاعد وعنده اندماج مع بتروكي، شوف المناطق كلها تنزيل وتحميل استعدادا لخوض معركة جديدة. اقتحام الثلاثين هدفها كم؟ هدفها كم؟ هاي أسحب القناة، شوف هدفها كم؟ 37. خليها تيجي في شهرين، خليها تيجي قبل ظهور نتائج الربع الأول من عام 2021. والله يا حبيبي أنا في يوم من الأيام قلتها وما زلت أقولها، واليوم أقولها وبكرة أقولها، إذا تبغى تقعد معايا عشان هدفك تستفيد مني على نص ريال وريال، وكل يوم تبغى تطقطق زي كده وتبغاني كل يوم أحلل لك زي كده، لا تقعد معايا. أخوك ترى مخه ما هو مضاربي إلا بالكميات داخل سهم استراتيجي، وأساسا المضاربة ما يبغى لها كل هذا التعقيد وتضيع الوقت والرسومات والأشياء دي كلها. خلاص المضارب عارف ايش يبغى يسوي، هذا كل الكلام اللي بقوله ما يأكل عيش ولا هو داري عن أمه أساسا. نحن يا شباب من صغار المستثمرين وليست، وإمكانياتنا دائما المادية ضعيفة، والمضاربات أغلبها مخاطر، يعني قد ما تكسب تخسر، السوق متقلب المزاج. نحن دائما بنحاول نساعدكم كيف لو تبغى تضارب حاول تأسس وتستفيد من موجة سهم، لا تقعد تتنقل وتطامر من شركة لشركة، خطط على شركة وأرسم وأدرسها بالطريقة دي عشان تعرف مع الوقت المضاربة داخل السهم، والسهم مع الوقت يتحرك فيجيب لك أرقام جيدة. انتقي شركة عندها اختراقات، عندها ترندات صاعدة، ترى الوضع الآن غير الوضع أول، في الآن رسومات، خايف دور فين عكس الاتجاه، شوفوا حقونا، شوفوا الإسمنتات إيش سوت. والله كنا نتكلم الكلام ده يا أخوان، أقسم بالله في سهرة من السهرات على سهم زي إسمنت نجران وقيمته 10 ريال عند هذا المتوسط، تآمنوا بالله ولا ما تآمنوا؟ كنا نحلم إنه يوصل السهم هنا، سقف القناة وجمع الله حاله، اقتحم اختبر، راح الآن، شايف فين كان؟ هنا، شوف ماشي استراتيجي، يعني حتى هنا لما اخترق قال صاحب السهم واصل، لما جاء نازل قال له ترى نازل اختبر، طالع شوفوا التكتك، طلوا طيب في الخطوط العرضية، شوفوا كيف اقتحم مرة تانية الخط، أكد على قوته، شوفوا الآن قاعد يواجه سقف قناة وقاعد يواجه الخط هذا، شوفوا هذه منطقة العشرين، تبغوا بالله اليومين دي يخترق يوقف؟ شوفوا الخط الثاني فين، شوفوا يا ناس اسمنت المدينة اليوم بسبعة وعشرين وثمانية وعشرين، ما كان زيهم اسمنت المدينة بتسعة بتسعة، إيش 17 و19؟ هذا نازل من 38 10، يعني اليوم 19 و19 38، هو في النص، في نص الموجة، خليه يجيب منها 61 فيه، صعبة؟ ما هي صعبة ما دام ماشي على مبدأ القمم والقيعان والوضع والإسمنتات، شوف ماشي، شوف هذه شارتات شركات في سوق تعبان يبغى يطيح، هل باين علامات الطيحة؟ انتوا شايفين المؤشر شكل، واللي قاعد مطمن للسوق لأنه قاعد يشتغل في الشركات، والشركات هي الأساس، شوفوا شارتات الشركات كيف، واحد يقول طيب هي في قمة، طيب في قمة، أنا ما قلت لك أدخل هنا، أنا أقول لك انتبه له إذا اخترق، وأقول الله يبارك لملاكه، ممكن ينزل، ممكن ينزل يا حبيبي هنا، وبعدين يسوي دبليو ممكن ويطلع ويخترق ويروح هنا،
المهم انه انت بتنظر عن بعد تلاقي نفسك بتاخذ الفتات استراتيجيا، لعبتك مع السهم بتوصلك لابعد مدى. شوف الان لو رسمت له ترند، ها حتى في تصورنا لو نزل شايف محل السهم برضه ما يكسر الترند، ولو اخذت خط موازي للقناه هيا شوف فين توديك القناه، لو كان اخذ شهرين ما اخترق القمه على قولك. شوف اللعبه كيف، لعبه صاعده. هذه اللعبه معقوله في سوق يبغى يطيح؟ ويا سيدي هذه امور في علم الغيب، نحن في النهايه بنجتهد. يا عمي اذا شفت عكس الكلام ده اقول له مع السلامه. المهم تفاعلوا بالخير تجدوه. انتوا في النهايه يقول لك الاصل دائما في الحكم على اي سهم انظر للاتجاه. فهل وانت تعرف السهم كيف ماشي؟ على نظام المراوح، لو كان هذا الاصل في القمه وسوى قمه السهم هنا عند كورونا وطاح، فرسمنا ترند اخترق الترند، لما جاء وصل قريب 19.38 وريح فسوى قمه، لو رحنا الاصل القمه ورسمنا ترند، هاي شمعه يناير لو قفلت فوق النسبه فوق ال 38 ايش يكون صار هنا؟ اخترق القمة، اخترق الترند الثاني. اتخيل ويطلع يوصل هنا مثلا قريب 24 يكون وصل سقف قناة، يقوم ينزل كده يختبر مثلا القناة أو يختبر الفيبو كده، هتيجي بعد فترة نفس النظام ده أسحب الترند. لو جاء واخترق كده يا راجل حيوديك لسقف القناة كده. شايفين السيناريو؟ طبعا هذا السيناريو حق يوم يومين، هذا السيناريو ممكن يمشي معك. إذا مش السيناريو ده كم شهر قاعد حتى وصل؟ 1 2 3 4 شهور نزل، قول قعد في شهرين 6 شهور، طلع الآن شهرين نزل في شهرين، اطلع في شهرين ينزل. أنت ممكن تيجي في نص السنة حقت 2021 تحصله هنا، وقتها إيش تبغى تقول؟ يا الله شوفوا السهم فين كان، في قاع كورونا. قاع كورونا كان 8 8 8 16 و8 24، الله دبل مرتين. هذا الكلام مو نحن قاعدين نقوله في سيسكو الان، ما نحن قاعدين نقوله في الجبس الان من 10 ريال و11 ريال، ما نحن قاعدين نقوله في معدنيه الان. فهو الاصل يا جماعه انه انت دائما ابحث عن الاتجاه العام وحاول تاخذه من عند دعم. هو الان في قمه، طبعا انا بقول الله يبارك لمولاه. لو يخترق اظهر وبان عليك الامل. بعدين نظريه انه الشركه دبلت، يا ناس طلوا يا ناس من فين نزل؟ من 38، حرام عليكم، حرام عليكم من 32 تقولوا من 8 ل 16 دبل، يعني حرام عليكم تبغوه ينزل مره ثانيه ل 8 ريال. خلاص قعد 3 سنين، شوف قعد 3 سنين يفحط هنا تحت ال 10. شوفوا 1 2017 18 19، هذه كلها مناطق تجميع، تبغاهم يجمعوا ذات تجميع 3 سنين عشان يوصل هنا ويخلص؟ يا ابوي هذول خلاص الان تفكيرهم غير التفكير قبل، خلاص الان انتهينا، الان الاتجاه صاعد، اول كان الاتجاه هابط، اتبع الترند والقنوات. عرفتوا ليش انا احب التحليل الكلاسيكي؟ والله التحليل الكلاسيكي الاشياء البسيطه دي الاساسيات دي والله اساسيات ما تلعب. سبحان الله ما عمري شفت شارت خرج عن يعني ما في سهم يكسر ترند الا يخرج عن المألوف، خلاص انعكس الاتجاه، ما في سهم يخترق الا يروح في مستمر، وطالما في قناه شوفوا القناه، وياما في قنوات وصلت السهم تدبيله وتدبيلتين وثلاث.
هاي ترند واحد وصلوا 3 أضعاف القيمة حقته، ترند واحد. فإيش تدبيلة واحدة؟ تدبيلة واحدة كلام فاضي. بعدين أنت يعني قاعد تقول تدبيلة، تدبيلة هو نازل من 32، يعني إيش هي 16 و17؟ ولا 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 جاب نص، ولا لحق يجيب نص الطريق. ما تبغى يكمل يروح يجيب على الأقل النسبة الذهبية. أنا أقول إن شاء الله تشوفوا بعد فترة من الزمن عند 26 25 على أقل تقدير أو 24.